من أعظم المشاريع اللي اليوم جالسة تقدم من قبل جمعية البر الخيرية في مدينة في المدينة المنورة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام هو مشروع سقي الماء. هذا المشروع يستهدف توزيع 10 ملايين عبوة من المياه للحجاج الذين يزورون المدينة، سواء الذين زاروها في قبل بداية مشاعر الحج أو الذي سيزورونها إن شاء الله بعد انتهاء الحج. يستهدف إن شاء الله هذا المشروع توزيع 10 ملايين عبوة. ما شاء الله. حتى هذه هي اللحظة تم التكفل ب4,500,000 عبوة. ما شاء الله. وما تبقى إلا القليل. ما رأيكم نشاهد هذا التقرير البسيط ثم نعود للتاريخ بإذن الله. نشاهد. قال الإمام القرطبي: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. غفر الله ذنوب الذي سقى كلبا، فكيف بمن سعى للسقاية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذهبت صدقته إلى ضيوف الرحمن فأعانتهم على الطاعة وخففت عنهم حر الصيف. قطرات من الماء تروي بها ظمأ حاج أو زائر لمدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتنال بها مغفرة ورضوانا. أنت تكرمهم فسوف يكرمك الله. جمعية البر بالمدينة المنورة فتحت لك هذا الباب لتساهم معها في توزيع الماء في ساحات المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الشهداء وجبل أحد وأماكن تجمع الحجاج والزوار، فاغتنم شرف الزمان والمكان وساهم بريالات يسيرة في سقي المدينة لتحظى بالبركة والأجور العظيمة. إذن ما شاء الله تبارك الله، هذه الجهود التي تقوم فيها جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة لتوزيع هذه المياه على حجاج بيت الله الحرام وأيضا زائرين المسجد النبوي الشريف عن طريق هذه المياه، التي يعني بكل تأكيد أن الحجاج لا سيما مع الحرارة الشديدة التي تشهدها المنطقة الآن بكل تأكيد أنه بحاجة إلى هذه المياه. يعني أعتقد أنه هي فرصة لكل من يعني بالذات اليوم يوم التروية وغدا يوم عرفة، من استطاع أن تجود نفسه بالتقديم والتبرع أعتقد أنها فرصة عظيمة جدا. ومحمد، لعل من أهم الأعمال في هذه الأيام 3 أعمال تبدأ بحرف الصاد. يا سلام. صلاة. جميل. صدقة. أه. والصيام. الله. فنقول يعني أنها فرصة عظيمة. غدا إن شاء الله صايمين يوم عرفة. نعم بإذن الله. والصلاة عندنا صلاة الخمس. يا سلام. تشارك بصدقة كذلك، وبعدين صدقة الماء كما تعلمون من أعظم الصدقات سقي الماء، وين فيه؟ في مسجدي ومدينتي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فرصة عظيمة جدا. ولا يخفاكم يعني ولا يخفى عليكم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. فاجتمع الآن شرف المكان، الله أكبر، الحرمين أو الحرم النبوي أو حدود الحرم. ثانيا اجتماع شرف الزمان، الله، اللي هو هذه الأيام الفاضلة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. الله أكبر. فالآن أنت دارك هذه الفرصة. صح. أيضا نحتسب الأجر في سقيا الحجاج المعتمرين الزوار، والحمد لله يعني هذه يعني موجودة الآن متاحة، يعني التبرع عن طريق جميع البنوك. صحيح. أو عن طريق المنصة الرسمية لهذا المشروع، فالحمد لله والأمور طيبة وميسرة إن شاء الله تعالى. لكن إحنا علينا أن نبادر، علينا ولو بالمبلغ اليسير يعني. صحيح. صحيح. لو شرائكم الشيخ نطلبكم تعليقكم الشيخ. صحيح. سقي الماء أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض الصحابة قال: إن أمي افتليتت نفسها، يعني خرجت نفسها فجأة ماتت. يا سلام. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني شيء عمل صالح يصنعه لها بعد وفاتها، فأرشده إلى سقي الماء. الله. وسبحان الله، يعني سقي الماء يعني داخل في عموم إطعام الطعام. يعني ألينوا الكلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فهذا من أسباب فضل الله سبحانه وتعالى على المتصدق. نعم. أيضا يعني ممكن إحنا يعني نشير حقيقة إلى أنه هذا المشروع ب100 ريال أنت تستطيع توفير كم عبوة؟ 200 عبوة. يعني أنت تتكلم عن مبلغ بسيط. 200 شخص.
يعني 200 شخص يعني 100 ريال 200 شخص حقيقة هي فرصة سامحة وسانحة للجميع. هذا الباركود الآن يظهر على الشاشة بكل بساطة وتيسير، مجرد المسح الباركود وبإذن الله أنا نطبقها إن شاء الله خلال الساعات القادمة. تمسح الباركود ينقلك المتجر الإلكتروني مباشرة، يتم التبرع، نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم. وش الموية اللي معاك يا أبو؟ هذه موية ما شاء الله السقيا جميل، يعني حتى حجمها مو قليل يعني ما شاء الله معقول جدا. صحيح، يعني تخيل انك تروي عطش حاج او معتمر او زائر، فهذه فرصه عظيمه جدا. نسال الله جل وعلا ان يتقبل من الجميع يا رب العالمين.